بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. صلي وسلم فضل الشيخ. أيضا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر هذا الحديث المبارك: لقد سألني هذا الذي سألني عنه وما لي به علم حتى أتاني الله به. نعم. كيف أتاه الله به؟ نعم. عن طريق جبريل، هذا الأول. فجبريل ولي النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عليه الصلاة والسلام فيتولى جبرائيل الإجابة عما لا يعلمه رسول الله. نبقى في قضية العلم الآن. نعم. علم الأنبياء وحي كما هو واقع مشاهد. نعم. في خبر هذا الحديث وفي غيره، علم الأنبياء وحي لا يدخله تجارب يصبح صحيحا أو يصبح خطأ. نعم. وحي من الله. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. الله أتاه الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. وجبائل ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما يسأل عنه، والصحابة سألوه عن أحب الأماكن إلى الله قال المساجد، ثم سألوه عن الأسواق عن أبغضها فقال الأسواق، أخبرني به جبريل، وأخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب كلها، ثم أخبره جبرائيل إلا الدين، ثم إنه سألته قريش أن يصف لهم بيت المقدس فقربه جبرائيل له. فعلمه صلى الله عليه وسلم علم وحي، لا يمكن أن نقتفي نيل ذلك العلم فيه. لماذا؟ لأنه لسنا أنبياء. بقينا في العلم الآخر، العلم المكتسب. نعم. المعتمد على علم الآلة والمستنبط من الكتاب والسنة، هذا هو الذي أجل الله جل وعلا به العلماء. والمنة على الإنسان إذا أكرمه الله بالعلم من أعظم النعم، لأن الله قال عن خيار عباده: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فأعظم النعم، أعظم المناقب أن يجعل الله العبد عالما.